موقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها
فيها غير بيت من المسلمين. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. صدق الله العلي العظيم. وأفلح من يصلي على النبي الكريم وآله الطاهرين. نشكر الأخ القارئ عقيل جلال على هذه التلاوة العطيرة التي شنف بها أسماعا سائلين المولى أن يجعل القرآن شفيعا له يوم لا ينفع مال ولا بن. طفقت تنتهب الأرض انتهابا، وغدت تطوي الفيافي والشعاب، وعلى روح الثرى آثارها بيراع السير قد خطت كتابا. كلما الغاية ابتعدت، كلما الغاية عنها ابتعدت، أخذت منها دنوا واقترابا. هي صرح حين تبدو وإذا ما جرت تحسبها ليثا مهابا. ذلكم روحي التي همت بها، طائرا حتى تجاوزت السحابة، حيث للهادي عدت مزهوة، وعلى دربه إذ أضحت شهابا. وغدت تشدو أناشيد الهنا، تستمد القول منه والجواب. ذا هو العيد فهني مولدا، فاح بالنشر علينا واستطاب. نبارك لكم أيها الأحبة الأعزاء ذكرى مولد الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام، التقي النقي أبي الحسن الثاني. ولد في الثاني من رجب الأصب، وقيل في الخامس من عشر من ذي الحجة عام 214 هجرية. توفي في الثالث من رجب عام 254 للهجرة في خلافة المعتز العباسي، ودفن في سامراء، وكان عمره الشريف 40 عاما. ألقابه هي الهادي والناصح والتقي والعسكري والطيب. أما الآن أيها الأحبة الأعزاء، فمع كلمة الحفل مع سماحة الشيخ عبد الحسين المرخي، فليتفضل مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد.
صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وجنبنا الباطل برحمتك يا أرحم الراحمين. بقلوب يغمرها الحب والولاء نرفع لكم أجمل التهاني وأزكى التبريكات، ونرفع ذلك إلى مقام مولانا صاحب الأمر والزمان الحجة ابن الحسن عجل الله فرجه الشريف، بمناسبة ذكرى ولادة النور العاشر من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، الإمام النقي، الإمام علي الهادي عليه وعلى آبائه وأبنائه أفضل الصلاة والسلام. ونبارك لجميع الأخوة المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها هذه المناسبة الميمونة، سائلين المولى عز وجل أن يعيدها علينا ونحن في أحسن حال، وأن يفرج عن جميع أسرانا ومعتقلينا، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، إنه سميع الدعاء. وحديثنا باختصار عن المنهج الفكري للإمام الهادي عليه السلام. المنهج الفكري للإمام الهادي له خصائص تختلف عن المناهج الأخرى، ونستعرض خاصيتين لمنهج الإمام الهادي الفكري. الخاصية الأولى أو السمة الأولى، الإمام الهادي وحركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والسمة الثانية والخاصة الثانية، الإمام الهادي أو تعامل الإمام الهادي عليه السلام مع القرآن. أستعرض لكل خاصية شاهدا من شواهد حياته سلام الله عليه. أما الخاصية الأولى، الإمام الهادي وحركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حث عليها القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لكن هنالك تصوران شائعان في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكلاهما تصوران خاطئان. التصور الأول أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو هجومي أو عملية هجومية واستئصالية. يعني كثير من الناس يرى أن النهي عن المنكر فيه نوع من الزجر، فيه نوع من الردع، من الهجوم على فاعل المنكر لردعه وزجره عن المنكر باستخدام مختلف وسائل القوة، ويستندون إلى رواية أو إلى روايات، منها هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبي، وهذا أضعف الإيمان. فيستدلون على هذه الرواية أن
نهي عن المنكر هي عملية هجومية استئصالية أو مطلوبية التجهم في وجوه العاصين والمبدعين أو مقاطعتهم وعدم مرافقتهم، وهذا تصور خاطئ. لماذا؟ لأن الأمر المعروف عن المنكر علاج لا هجوم، وهناك فرق بين العلاج وبين الهجوم. فاعل المنكر ينظر يعتبره الشارع المقدس إنسان مريض، والمريض لا يقدم على المعصية ولا يقدم على المنكر إلا بدوافع مرضية. عند مثلا عقله أسير لشهوته، عقله أسير لغرائزه لنزواته لأحاسيسه، فصاحب فاعل المنكر هو مريض ويحتاج إلى علاج، فلا يواجه بالهجوم ويواجه بالشدة ومختلف ألوان القوى المتاحة والممكنة. فاعل المنكر هذا مريض، ولا بد من علاج أول، لا بد من معرفة المرض أولا، ثم معرفة الأسباب، ثم معرفة العلاج. وأما قوله صلى الله عليه وآله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ما المقصود هنا باليد؟ اليد المقصود منها القدرة أو بدل القدرة. القرآن يقول يد الله فوق أيديهم، يعني قدرة الله فوق وقدرتهم. فالمقصود هنا باليد هو بدل القدرة، والقدرة هنا ليس المقصود بها القوة، وإنما بدل القدرة يعني الإنسان يكون يحاول أنه يبدل القدرة في تغيير المنكر. فإن لم تتمكن من بدل القدرة فليتغير إلى اللسان، فإن لم يتمكن فبالقلب. فليس المقصود بالقدرة القدرة اليد هو أن فاعل المنكر كأنه عدو لا بد أن يواجه بهذا الأسلوب. نعم، لو توقفت القوة على ردعه فلا بأس من ذلك. يعني مثل إنسان مريض، وهذا المريض لابد من استئصال المرض من جسمه بالقوة، كان يبتر عضو مثلا أو إجراء عملية جراحية. فالقرآن يقول ادعوا إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، والله مدح نبيه المصطفى ولذكره الشرف والصلوات. صلى محمد ثانية صلى على محمد علي محمد مدح الله نبيه لأنه كان يتعامل بالرفق مع هؤلاء العاصين والمنكرين، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظا قلبي لانفضوا من حولك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن المقصود هنا فليغير بيده يعني بدل القدرة. هذا هو التصور الأول. التصور الثاني
أن الفقهاء يقولون أن النهي عن المنكر مشروط بالقدرة، ولكن أي قدرة؟ هل المقصود بالقدرة هنا القدرة الفعلية؟ لربما يقول واحد مثلا أنا ما عندي قدرة فعلية، فإذا لا يجب علي النهي عن المنكر، فيعتذر هذا ويعتذر هذا، يتعطل واجب النهي عن المنكر وتتعطل هذه الفريضة الاجتماعية بحجة أننا غير قادرين عن النهي عن المنكر. مثلا لو رأيت مثلا مجموعة من الشباب، هؤلاء مجموعة من الشباب يجلسون في على سبيل المثال في مكان معين، وتبدر منهم تصرفات غير لائقة، مثلا سلوكيات غير صحيحة، سب مثلا، شجار مثلا، رمي بالحجارة، أنت مثلا تقول أنا إذا كلمتهم ربما أدخل معهم في نزاع، فما عندي أنا قدرة فعلية، فما دام ما عندي قدرة فعلية إذن لا يجب أن أنهى عن المنكر. والحال أن القدرة هنا ليس المقصود بالقدرة الفعلية، وإنما القدرة الإعدادية الشأنية. أنت ربما لا تستطيع أن تكلمهم، لكن تستطيع أن تكلم أباه، أخاه، مثلا مجموعة من المجتمع يكلمونهم. فإذا ليس القدرة هنا ليس القدرة الفعلية، وإنما القدرة الإعدادية والشأنية. فلا ينبغي للمؤمنين لأي الإنسان المؤمن أن يترك هذه الفريضة بحجة أنني غير قادر قدرة فعلية وبالتالي لا يجب علي. لا، القدرة هنا المقصود القدرة الإعدادية الشيء، يعني بإمكانك إن لم يكن الآن فمستقبلا. فانظر إلى نترك الشاهد لحياة الإمام الهادي سلام الله عليه، كيف الإمام الهادي سلام الله عليه استطاع أن يمارس هذه المسؤولية، مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المتوكل العباسي عليه اللعنة بعث يحيى بن هرثمة المسؤول عن جلاوزتي وعن جندي، أو سعيد الحاجب، بعثه إلى دار الإمام الهادي سلام الله عليه. يقول أرسلني المتوكل في جناح الليل المظلم، وأمرني بالهجوم على بيت الإمام الهادي بأي يعني أن أدخل عليه بأي حالة كان عليه. يقول فتسلقت البيت بالسلالم، ثم صعدت البيت من السطح، ولكن كان الظلام، فبقيت ما أدري ماذا أن أصنع، ما أدري يعني ماذا أفعل. وإذا بالإمام يقول مكانك يا سعيد حتى يأتوك بشمعة. يقول فوقفت، أمر أحد غلمانه فأتاني بشمعة، نزلت فوجدته في غرفة مغلقة وعليه خزة صوف، وهو متجه نحو القبلة. يقول فتشت البيت فلم أجد سلاحا ولم أجد شيئا مثيرا. يقول فأخذته إلى المتوكل العباسي، فلما أدخل الإمام على المتوكل، المتوكل مشغول بعربدته وسكره، والمغني يغني والمزامير تضرب والكأس يدار.
فلما جاء الإمام قال له اجلس، فجلس. فقال المتوكل ناولوه الخمر، فناولوه، فقال الإمام اعفني، فوالله ما خالطت لحمي ولا بدني. فقال المتوكل إن لم تشرب فلا أقل من أن تنشدنا شعرا، شعر نستأنس به. فقال له الإمام اعفني، فقال أقسمت عليك إلا ما أنشدتني. لاحظ هنا الإمام استغل الموقف، هنا يأتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتصرف الحسن. الإمام سلام الله عليه بدأ يقرأ القصيدة والمتوكل يسمع. باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فلم تنفحهم القلل واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم إلى محافرهم، يا بئس ما نزل ناداهم صارخ من بعد دفنهم، أين الأسرة والتيجان والحلل، أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل. فأفصح القبر عنهم حين سألهم، تلك الوجوه عليها الذود يقتتلوا، قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. وأخذ الإمام يعدد سلام الله عليه عذاب القبر، فانهار المتوكل بالبكاء، وانهار من معه بالبكاء. لاحظ الإمام سلام الله عليه بهذه الطريقة، هذه الوسيلة النهي عن المنكر أثر على الحاضرين حتى جعله من المؤمنين التائبين. يعني بعض الذين كانوا حاضرين أثر عليهم الإمام سلام الله عليه حتى صار من المؤمنين التائبين. إذن الإمام سلام الله عليه هنا استخدم يعلمنا كيف نستخدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن الأمر بالمعروف والنهي ليس أسلوب هجومي، وإنما هو أسلوب علاجي. الإمام استخدم الكلمة المناسبة في المكان المناسب في الظرف المناسب. إذا نحن أيضا أيها المؤمنون لو تواجهنا مشاكل، خاصة مشاكل الشباب كثرت، فما هو الأسلوب لنصحهم ولردعهم ومنعهم عن القيام ببعض هذه الأعمال السيئة؟ طبعا هنا لابد من استخدام الأسلوب الحسن. أنا وأنت مسؤوليتنا أن نمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، وأما أن نسكت كل واحد يقول أنا أأمر، إن استجابوا فأهلا وسهلا، وإن لم يستجيبوا ماذا أصنع؟ لا، لابد هنا من تكاتف الجهود. المؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لربما إذا نسكت تصير القضية إلى أكثر. يعني مثلا تشوف واحد مثلا يجلس في مكان ويرمي حجر على شخص، هذا تصرف غير سيء، تصرف سيء جدا. مثلا أو مثلا أجي أدخل في مكان مثلا وأكتب عبارات سيئة مثلا، فهذا هنا ليس بالهجوم إنما بالنصيحة، بالنصيحة بالكلمة الحسنة بأسلوب الحسن. يمكن نعم قلنا لو توقف على ردعه بالقوة، لو توقف على ردعه بالقوة نعم هذا كعلاج أخير، لكن ابذل انت قصارى جهدك، ابذل القدرة. القدرة قلنا هنا القدرة ليس القدرة الفعلية، وإنما القدرة الإعدادية الشأنية. وطبعا هذا ينبغي حتى في
حتى في الأسرة، في الأسرة أنت أيها الأب مسؤول عن أسرتك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أنت مسؤول عن بيتك عن أهلك. أما إذا صار انفتاح الأهل والأولاد على المسلسلات والعياذ الإباحية، المسلسلات أجرنا الله وإياكم الخليعة الماجنة، فأنت أيها الأب مسؤول. إذن علينا أن نستفيد من حياة الإمام سلام الله عليه في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما أدري في مجال نطيل، نكتفي بهذا المقدار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا أن نقتبس الدرس والعلاج من حياة أئمتنا الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة وشفاعتهم والثبات على ولايتهم والبراءة من أعدائهم. وآخر دعوانا، قلنا إحنا في نقطة ثانية وخاف أن أطيل عليكم، ونكتفي بهذا المقدار. وأفلح من يصلي على محمد وآل محمد. نشكر سماحة الشيخ على هذه الكلمات المهمة التي تطرق إليها، وعطفا على ما ذكره من ناحية تربية الأبناء هنا كلمة قصيرة. تمر مجتمعاتنا المسلمة في ظل التطور التكنولوجي والطفرات العلمية وما صاحب هذا التطور من تغيرات جذرية وتحولات عميقة، بأزمات عديدة على مختلف المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ومع أن الفصل بين هذه الميادين من الصعوبة بمكان، ولكننا هنا أيها الأعزاء سنتحدث في أحد مفاصل الميدان الاجتماعي، أعني بالتحديد تربية الأبناء. وتحيط بهذا الموضوع العديد من المشاكل التي باتت تؤرق أفراد المجتمع وتقض مضاجعهم، فتربية الأبناء اليوم تشكل تحدياً كبيراً بالنسبة للكثيرين في ظل الهجمات الغربية والسيطرة الثقافية على مظاهر الحياة بكل مفاصلها، حيث تمكنت الأفكار الغربية في كثير من الأحيان من الهيمنة على عقول صغارنا وتخديرهم بالماديات وزرع حب الدنيا ومظاهرها في قلوبهم وتشجيعهم على الانغماس في بحر من الأفكار الساقطة دينا وعرفا وعقلا. هنالك تحد كبير تعيشه اليوم الأوساط المتدينة في كيفية الحفاظ على الخط الإسلامي في تنشئة الأبناء التنشئة التي يرضاها الله لنا والأئمة الأطهار، فكيف يمكن لنا أن نحقق هذه التنشئة بشراء الهاتف النقال للابن وتركه يسبح في فضاء الإنترنت المدخوم بالمواد الإباحية والمواقع المشبوهة بلا حسيب ولا رقيب، أو بترك البنت تشاهد التلفاز وتركها تندمج مع ألاعيب المسلسلات العاطفية مع المسلسلات التركية والغربية ومشاهدها الفاضحة؟ هل تتحقق التربية الإسلامية المطلوبة أيها الآباء، أيها المربون، أيها المنتظرون لقاء صاحب العصر والزمان بالنوم في وقت الظهيرة وأبناؤنا خارج المنزل لا ندري ما يصنعون وما يفعلون مع رفقتهم حتى آخر المساء؟ هل تتحقق التنشئة الاجتماعية السليمة وأنا أصطحب ابنتي للسوق ليشتري لها العباءة المزينة المطرزة المفتة للأنظار؟
هذا غيظ من فيل. أنا هنا أجنب الحفل الكريم ما يرد من سلوكيات مشينة بين أبنائنا في المدارس وفي جلساتهم واجتماعاتهم. أنا أجنب هذا الحفل ما يرد من هذه السلوكيات المشينة التي لا تمت لعاداتنا وتقاليدنا بأي صلة ولا لتعاليم ديننا الإسلامي، بل تخالفها تمام المخالفة. أيها الآباء، إن النتائج تكون مترتبة على المقدمات، فإذا ما أردنا أن نصنع جيلا واعدا مستقبليا ناصرا للإمام صاحب العصر عجل الله تعالى فرجه، فعلينا أن ننتبه ونحصن أبناءنا وأحبتنا ضد كل ما من شأنه أن يؤثر في حياة المجتمع الإيمانية في ترابطه وتماسكه. علينا أن نحصن أنفسنا ضد التيارات الغربية المادية التي لا تترك فرصة سانحة لها إلا واستغلتها لكي تحرف شبابنا عن المسار الإسلامي السليم، ضد التيارات الغربية المادية الهدامة حتى نفوز برضا الله سبحانه وتعالى قبل فوات الأوان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العلي العظيم. ثالث فقرات حفلنا الكريم قصيدة يلقيها علينا الشاعر السيد هادي الموسوي، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أبارك لكم هذه المناسبة الشريفة ذكرى ولادة الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأرفع إلى مقام الإمام المنتظر المعظم أسمى آيات التبريكات بهذه المناسبة وإلى المراجع العظام والعلماء الأعلام، وإليكم جميعا. خلنا نتوقف شوية ويا تاريخ الإمام، وخلنا نقرأ عن حياته وعن مضامين الهمام. نبدأ من وحي الإمامة استلمها وهو غلام، قاد مركبها بسلامة وعمرها 8 أعوام. هذه من فذ معجزات الما تدانيه الأنام، علم وأخلاق وسماحة، وعنده من حلو الكلام، وبات في علم الغزارة وصار مصباح الكرام. آية من آيات ربي تبقى حية للقيام، معجزة من صغر سنه أرغموا نوف اللئام، هيبتي أردت بطشهم لن مصداق السلام، نفس حرة مطمئنة ما بها شك وغمام، خلها تفهم النواصب والوعد يوم الخصام. جابه الحاكم الظالم من وطن جد المنير، حسب تقدير الوشاية وبالكذب هي تشير، والتقارير اللي ترفع ما لها بالصحة ضمير، هالتقارير الكذوبة دوم ينقلها أجير، وهو يعلم عن إمامي بالسلام الكون يدير. تقول عجل متوكل قبل نجيوشة تغير، قبل ما تجيك العساكر تعلن الحربك نفير، بهدف تسقيط حكمك من بسط إيدك يطير، صار مجبر بالإقامة وبوسط داره أسير.
لعيون التجسس والوضع جدا خطير. معسكر الأتراك عنده في وضع ما له نظير وهو في داره مراقب يا لمن حقد عسير. كل من الدار يتقرب للسجن حتما يصير والقصد يبقى مشتت ما إليه أبدا نصير. أقول يا طاغي زمانك يلي فايق في غروره إلى المتوكل. أقول يا طاغي زمانك يلي فايق في غروره يلحمل حقد السقيفة وصرت كوبي منها صورة. واسألك عرشك الظالم وينه وين قصوره؟ وينه أنت وين قبرك؟ كان في واحد يزوره؟ انت في وحل الزبالة وفي جهنم السعورة. انت ارهاب بحديدك للقهر انت جذورة. انت صوت ابليس واضح للضلال انت اجيرة. انت من هامان قامع انت نمرود وشرورة. انت بيدك بطش فرعون وظلمك الماكو نظيرة. وين انت عن امامي؟ وين انت عن مصيرة؟ اسأل التاريخ عنا يجيبك بقوة قديرة. هذا من جده الهادي صاحب النفس الوقورة. هذا العالم العابد هذا بيد الكون ديرة. هذا في صدر كنوز المصطفى وحيدر أميرة. خلنا نبحث عن ثقاته وعن أصحاب الأوفياء. خلنا نتعرف عليهم ذوله الأعطى ولا في ظروف الصعبة طلعوا قاوموا واعطوا وفاء واعطوا فداء. عنهم القايد مغيب وهو ليهم كالهواء مثل محمد العمري ابن عثمان الإباء. باب علمه وباب فقهه والولي على الدماء أحمد بن اليسع ظاهر من ثقات الأتقياء. وصالح بن الهمداني اللي تبع نهج ابن قا. محمد الجمال واضح في طريقة للسماء أخذ علمه من إمامه ونبع خطه باقتداء. ذولا كلهم من ثقاته من كبار العلماء وامه الصحبة الخاصة واللي يعدون أولياء مثل داود اللي لبه عن إمامك النداء وابو سليمان الملقب بذي زنكان البهاء. وبعد لا تنسى سليم المروزي ذاك الفخر ويا ذاك الجرجاني بن يزيد المعتبر بن حكيم الكوفي هذا للإمام انتصر. وعلي البغداد هذا بالحكمة ظهر بو الحسن العبرتائي دوم مذكور الدهر. وام خيران اللي ضحى من أجل نور القدر حمل علمه للولاية ومذهب العترة نشر. واذكر إبراهيم إسحاق اللي بالعسرة صبر وعرج على بو الحسين هلال في فكرة بحر. وام بن كلثوم عالم في الكلام بيه انغمر. جعفر الصيقة الوكيلة اعلى داره وبيأبر. ذولا نالوا كل سعادة وبالسعادة الكل شعر. واللي أسعد عند إمامه في دروسه وحضر وراح ينعل من علومه وعنه أبعد كل خطر. هادي سامر الأبية دوم تبقى خالدة تبقى في التاريخ شمعة وللمدن هي رائدة. هي للإسلام كله وللشريعة هي فداء. هي للسنة والشيعة بالهداية الراشدة. تربى شرفها الهادي وبيه تبقى صامدة. ضمت أنوار الإمامة والهداة الماجدة. هي من طف الشهادة للموالين أعمدة. فيها قبرين الوسيلة وهي للحاجة ردة. شما يهدمون المنارة تبقى أنوار هدى. قبة العزو الكرامة لا يقصفوها العدة. شامخة بعزة فخرها وباقل اليوم الندى. آنسة مرة فخورة بالأئمة القايدة. بعد ما تفنيني داعش هذه ثلة بائدة. لا بعد يفنيني جاحت للسقيفة الحاقدة. بالأمس ديك السقيفة البيها كل المجرمين. بالأمس ديك السقيفة البيها كل المجرمين. ضمت أصحاب النوايا السيئة بالطيبين. وهي لليوم فكرها تعادي كل المسلمين. من رحمها النجس تنجب للبغايا القاتلين.
أنجبت ديك تسمى القاعدة بفعل المشين، وراحت بفعل الفتاوى وبفكر مظلم مكين. ما تفرق بين مسلم شيعي لو سني أمين، لا كبير ولا صغير ولا بعد مر أو جنين. وانجبت جبهة النصرة مجرمة في كل حين، في صدرها حقد أسود للسقيفة من تمين. فرعت منها الدواعش العصابة الفاتكين، ما دخل حب الله فيها ولا بدت حب الأمين. من فكرها الضال عادت كل أحرار العالمين، وين عزرائيل عنها خلى يطحنها طحين. وين ما تلقى جرائم كل وادي وكل بلاد، وين ما تلقى مذابح والجثث فوق الوهاد، وين ما تلقى دواهي وتشوف بالديرة السواد، وين ما تلقى تعازي والحزن صوت الحداد. من تشوف الدم سايل مخضبة منها الأولاد، مرة بالتفخيخ تضرب، مرة بالسيف الحصاد، مرة تتفجر بناية تسقط بروس العباد، مرة تتفجر بناية وتسقط بروس العباد، مرة بطلقة رصاصة قاتلة أهل السداد، مرة بالفتوى الحقودة الانتحار بالمزاد. سوق شعبية ومطاعم ينصدع إلها الجماد، قول سوتها الدواعش وأعلنت إبها جهاد. راحت بتأييد غربي تقتل رموز الرشاد، والقيادة قيادة الدواعش والقيادة بالفضايح تعيش بذخو، والقيادة بالفضايح تعيش بذخ فساد، والزنا عدها طبيعة وهذا في الحرب المراد. لولا أمر المرجعية كان داعش حاكمة، لولا أمر المرجعية كان داعش حاكمة، وكان حصل الدعم لها من أرجاس الأنظمة، كان جت لها أوامر بالزحف للعاصمة، تالي تزحف بالعساكر سوق قرآن الدماء. لولا مرجعنا المعظم فتوته الراحمة، كان ما يسلم عراقي من الأيادي الآثمة. لكن الهبة الشريفة لندى ابن العالمة، من حشد شعب الإمام على العصابة المجرمة، أنقذ السنة وحفظهم قبل شيعة فاطمة، واطبق الدنيا وخنقها بالدواعش هازمة. سوت بتكريد داعش بالجرائم هايمة، استباحت حرم الله بهالعمل ما أعظمه. لكن الأحقاد طلعت حيث كانت نايمة، تتهم حشد الكرامة بالأوصاف الظالمة، لكن الحشد المبارك صوت دين حشمة. روح للموصل وحرر هذا الإرهاب رجمة. الصلاة هي عمود الدين ومعراج المصلي للسماء، الصلاة هي عمود الدين ومعراج المصلي للسماء، هي حديث الروح تبقى، هذا معنى الصلاة. بيها نتقرب إلى الله، كل من بيها اختلى فاز من حافظ عليها وعند ربها اعتلى. تقبل الأعمال بيها وبيها يدفع كل بلاء، واللي مأخر صلاته هذا خاسر هذا منبود الملاء. والله ما ينال الشفاعة من مصادق الولاء، لا تقول أحضر مجالسهم وواسيهم بالعزاء، ولا تقول أنا بدربهم دوم زاير كربلاء، ولا تقول أنا بمواكبهم والطمص صدر بكاء، هذا ما مقبول عندهم هالعذر هذا هراء. والإمام اللي يقول بعصمته كلها جلاء، كل من مفرط وفرض بالصلاة أعظم نداء، منا ما ينال الشفاعة ويبقى بالحسرة وشقاء. يا ولي الأمر الحبيب الطفل عندك أمانة، يا ولي الأمر الحبيب الطفل عندك أمانة، يكون تعطيه الرعاية تعلمه أصول الديانة. والصلاة أوجب فريضة وهي للطفل الحصانة، علمه معناها واشرح شلون بيها يعلشانه، علمه إنها الفريضة الواجبة وبيها الضمانة. خلى دايم هو مبادر تكون في نفسه مصانة، لا يشوفك من أنت مهتم بالفرض لو جاء أذانه، ترى يتأثر بشوفك منه يخسر بكرهانة، لو يقصر بالدراسة عقوبتك عاجل مهانة. في المقابل لو صلاته ما يأديها بأمانة، شنك غريب وما يهمك لو ترك دينه واركانه، ما تقول لي قوم صلي هذه أكبر خيانة. لا تبرر بانشغالك وانت لي كل المكانة، انت تتحمل أثرها وللصلاة هذه إهانة. جيت يا جامع الصادق جمعة على العادة أصلي،
جيت يا جامع الصادق بالعادة جيت يا جامع الصادق الجمعة بالعادة أصلي وراح طيفي سرح بالي أشوفك بالآلاف مملي من دخلتك زاد شوقي جمرة الأشواق تغلي منبر الجمعة ينادي وحسرة الفرقات تصلي جيت أسايل عن غريمك عن شريف الذات قلي وين أبو العمة البيضاء والفقيه الصار ظلي هذا محرابة نظرة خالي منه وتاح عقلي والله مشتاق الكلام وخطبة البيئة يدلي كل سبوع انظر المنبر بالكتاب أشوفه وسلي من يمر بي طيف شوفه كل همومي بي أخلي يا طيور البوم محليش عن أبو الغيرة دولي الله يرد علينا بصحته تفدى أهلي والله يقوم بسلامة ويرجع بحق الولي ينشرح صدر اللي يحبه وليه ينادي يا علي وينشرح صدر اللي يحبه وليه ينادي يا علي وافلح من صلى على محمد وآل محمد. نشكر السيد هادي الموسوي على هذه الأشعار الولائية التي أتحف بها أسمع. في فضل شهر رجب يقول صاحب المراقبات في فضل هذا الشهر وهذا الشهر بمحل عظيم من الشرافة ومن أسباب شرافته أنه من الأشهر الحرم وأنه من مواسم الدعاء وأنه شهر أمير المؤمنين كما ورد في بعض الروايات كما أن شعبان شهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشهر رمضان شهر الله سبحانه وتعالى وأن الليلة الأولى من وأن الليلة الأولى منه من الليالي الأربع التي يتأكد فيها الإحياء بالعبادات وأن يوم النصف منه ورد فيه أنه من أحب الأيام إلى الله وأن اليوم 27 منه يوم مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو اليوم الذي تكون فيه ظهور الرحمة الرحيمية ظهورا لم يرى مثله من أول العالم إلى هذا اليوم وهو أشرف الأيام من الجهات الباطنية وبالجملة فضائل هذا الشهر لا تحيط بها العقول وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى نصب في السماء السابعة ملكا يقال له الداعي فإذا دخل شهر رجب ينادي ذلك الملك كل ليلة منه إلى الصباح طوبى للذاكرين طوبى للطائعين وفي فضل الصيام في هذا الشهر يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا فمن صام من رجب يوما استوجب رضوان الله سبحانه وتعالى الأكبر وابتعد عنه غضب الله وأغلق عنه باب من أبواب النار. قبل الانتقال إلى فقرتنا الأخيرة فقرة الجلوات مع السيد عمار السيد نعمة إعلانان تابعة لجمعية المرخ الخيرية. الإعلان الأول تقيم جمعية المرخ المحاضرة الصحية ولبدنك عليك حق مع الدكتور علي المبارك ليلة السبت القادمة 24 من أبريل في مأتم المرخ ويوجد مكان خاص للنساء. كما أنه يعلن فريق المرخ الخضراء التابع لجمعية المرخ الخيرية حملة تنظيف تحت عنوان نظف منزلك وذلك بتنظيف كل شخص للمناطق المحيطة لمنزله صباح يوم الجمعة الساعة 8/5/2015. أما الآن فمع آخر فقرات حفلنا مع السيد عمار الموسى السيد عمار السيد نعمة مع فقرة الجلوات فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. الله
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. نبارك لكم بارحة الباقر وليلة الهادي عليهما السلام في رجب الأصب، ونرجو من العلي القدير أن يعيد هذه الليالي علينا في حال أحسن من هذا الحال. رجب فاضل عظيم التهاني، قد علا سؤددا من الرحمن. ليلة الفرد ليلة النور كانت، رحمة للملا بكل زمان. ثاني الشهر فيه نور تجلى، بدر تم وساطع البرهان. عاشر للنجوم جاء إلينا من إله السماء لخير بيان. هو هادي الأنام، هو هادي الأنام للحق طران، وهو بدر يزين كل المعاني. هو باب الهدى وشمس ضحاها، وهو هاد في طيلة الأزمان. اليوم شرف للوجود الهادي، وإلى الهنا قد حق عقد النادي. اليوم ثغر الدين أصبح باسماً، يدعو إلى ولد الإمام الهادي. اليوم ثغر الدين أصبح باسما، يدعو إلى ولد الإمام الهادي. اليوم قد جمع المهيمن للورى، ما بين هادي ناصح وجوادي. لقد تجلى مبدأ الإيجاد في غاية الوجود باسم الهادي. فبان وجه الحق ذاتا وصفة بنير العلم ونور المعرفة، وانفجرت لكل قلب صادي. عين الحياة من محيا الهادي. نثني على كلمة سماحة الشيخ عبد الحسين التي أورد فيها مسائل في جوهرية في التربية، ونطرح هذه الرواية التي تتحدث عن الإمام الهادي والتي أرخ لها المسعودي بقوله أن في فترة إمامة الإمام الهادي بعد أن توفي واستشهد والده الجواد كان صغير السن، فقام الحاكم
العباسي في ذلك الزمان أن عين، وهو المعتصم، أن عين للإمام الهادي ناصبي لأهل البيت لكي يكون مؤدبا له ومعلمه النصب، وأن يخرج ويحرف الإمامة والشيعة. فجلس مع الإمام وكان يغلق الباب عليه ولا يترك المجال لشيعته بأن يدخلوا عليه. فكان يلازم أبا الحسن في قصر بصريا وهي قرب المدينة، فإذا كان الليل أغلق الباب وأقفله وأخذ المفاتيح إليه، فمكث على هذا مدة، وانقطعت الشيعة عنه عن الاستماع منه والقراءة عليه. ثم إني لقيته في يوم جمعة وهو أحد الشيعة الذي يتكلم، فسلمت عليه، يعني سلم على ذلك المعلم الناصبي، وقلت له: ما حال الغلام الهاشمي الذي تؤدبه؟ فقال منكرا علي: تقول الغلام ولا تقول الشيخ الهاشمي؟ أنشدك الله، هل تعلم بالمدينة أعلم مني؟ قلت: لا. قال: فإني والله أذكر له الحزب من الأدب، أظن أني قد بالغت فيه فيملي علي فيه بابا أستفيد منه، بدل أن يعلم الإمام الهادي صار المعلم هو الإمام الهادي عليه السلام. قال الراوي: فتجاوزت عن كلامه هذا كأني ما سمعت منه، ثم لقيته بعد ذلك فسلمت عليه وسألته عن خبره وحاله، ثم قلت: ما حال الفتى الهاشمي؟ فقال لي: دع هذا الكلام عنك، هذا والله خير أهل الأرض وخير من برأه الله، وإنه لربما هم بالدخول، فأقول له: انتظر حتى تقرأ عشرك. فيقول لي: أي السور تحب أن أقرأها؟ فأنا أذكر له من السور الطوال ما لم يبلغ إليه، فيهذها بقراءة. هنا مربط الفرس، ما تجاوزنا عنه فيه معان وغزيرة. إمامنا الذي نحتفل بمولده كان يقول عنه هذا المعلم الناصبي والذي أصبح بعد ذلك من أخلص الشيعة، أنه عندما كان يريد أن يعجز الإمام الهادي بقراءة السور، فيقوم الإمام الهادي فيهذها بقراءة لم أسمع أصح منها من أحد قط، بأطيب من مزامير داود النبي التي بها من قراءته يضرب المثل. صلوات. هذه معاجزه لا تحصى في قلم، وسطور لها جاءت بإمكاني، عزت مناقبه في كل ملحمة ما نالها أحد من كل إنسان. هذه مبادئه تعطيك معرفة بأنه غصن من خير قضبان، قد أغدق الكون علما في معارفه وأصبح الحق منه عالي الشان. تعقيبا على ما أوردنا من الرواية السالفة، أئمتنا يحضون على الاهتمام بتعليم أبنائنا
من صغرهم بالقرآن. نحن في وبشكل رسمي في هيئة العدل المنتظر نقيم حلقة قرآن في مركز العدل المنتظر لعلوم القرآن، ولكن هذه الحلقات تراجعت، بدل أن كان لدينا مجموعة كبيرة من الطلاب أصبح الآن الوضع الطلاب أقل بأقل من النصف، وذلك مسؤولية الجميع. إن كان الخلل لدينا فأرجو من الجميع أن يبادر بالنصح والإرشاد، وإن كان هناك خلل نستطيع أن نسده فأن نرجو من الجميع أن يساهم في ذلك. مسؤوليتنا جميعا أن نقيم جيلا قرآنيا. القرآن هو وقاية، قد يكون ما ذكره سماحة الشيخ علاج. القرآن هو الوقاية التي نستطيع من خلالها أن نتقي كثير من المشاكل. أفضل الصلاة والسلام عليك يا اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم قال الإمام الصادق عليه السلام ابن رسول الله وإذا أحب الله تعالى أن يخلق الإمام أمر ملكا يأخذ شربة من ماء تحت العرش فيسقيها أباه منها تكون نطفته ويمكث 40 يوما وليلة في بطن أمه لا يسمع ثم يسمع بعد ذلك الكلام. يا مستمعين النظام صلوا على خير الأنام. سلام على آل النبي محمد ورحمة ربي دائما أبدا تجري، وصلى عليهم ذو الجلال معظما وزادهم في الفضل فخرا على فخري. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. وبعد أن حملت المرأة الفاضلة العابدة سمانة، وفي يوم مبارك ميمون من شهر رجب وفي قرية صريا وهي قرية أسسها إمامنا موسى بن جعفر بن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في إحدى نواحي المدينة شعرت أمه بقرب ولادتها فأخذها الطلق وإذا بها قد ولدت بالإمام الهادي أفضل فاطمة الزهراء، الحسن بن علي،
الحسين ابن علي علي السجاد محمد الباقر جعفر الصادق موسى الكاظم علي ابن موسى الرضا محمد الجواد علي الهادي الحسن العسكري الحج ابن الحسن الحج ابن الحسن الحج ابن الحسن نبارك لكم هذه الليلة وإن شاء الله يعيدها علينا في حال بأحسن من هذا الحال وأفلح من يصلي على محمد وآل محمد.